السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير. أشكر كل المتابعين الكرام الذين يعلقون تعليقات محفزة على أي فيديو ننشره في القناة، وأيضا أشكركم على الدفع المعنوية في آخر فيديو، ونعدكم بالمزيد والمزيد من العطاء، فقط ادعمونا أيها الطيبون. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع عناوين هذه الحلقة. بصور بديل شاروخان يبدأ تصوير أحدث أفلام شاروخان في مومباي. بصور سلمان خان يزور شاروخان بعد القبض على نجله. تفاصيل جديدة في واقعة القبض على ابن شاروخان، وهذه قائمة التهم الموجهة إليها. مجلة لبنانية تهاجم الفنان المغربي سعد المجرد، لنشاهد ماذا جاء فيها. تحدثت تقارير جديدة عن أزمة القبض على أريان خان، وهو الابن الأكبر للنجم الهندي شاروخ خان، واحتجازه في السجن في تهم تتعلق بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، قد تسببت في تعطل مشاريع فنية حالية وقادمة لشاروخ خان، كما تسببت في توقيف تصوير فيلميه الجديدين. وطبقا لما تداولته صحف ومواقع إخبارية هندية من بينها موقع صحيفة ميداي الهندية، فإن شاروخ خان كان يفترض أن يسافر إلى إسبانيا ليبدأ تصوير مشاهد فيلمه الجديد باتهان، وهو فيلم للمخرج سيدهارت آناند، وتشارك في بطولته النجمة الهندية ديبيكا باديكون، حيث كان من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في إسبانيا في يوم 10 أكتوبر 2021 ولثلاثة أسابيع متتالية، إلا أن صناع الفيلم قرروا تأجيل تصوير الفيلم في إسبانيا بسبب تعذر سفر شاروخ خان في الوقت الحالي لانشغاله في أزمة ابنه الأكبر أريان. الموقع تحدث أيضا عن تعطل تصوير فيلم آخر لشاروخ خان، وهو فيلم جديد للمخرج الهندي الشهير في السينما الجنوبية الهندية آتلي، واضطر مخرج الفيلم للاستعانة بالممثل البديل لشاروخ خان ويدعى براشانت والدي لتصوير عدد من مشاهد الفيلم في مومباي في يوم الأحد من هذا الأسبوع. والجدير بالذكر أن شاروخ خان كان قد بدأ في يوم السبت من الأسبوع الماضي في تصوير مشاهد من الفيلم في مستشفى بيدي بيتيت بارسي هذا العام في جنوب مومباي. قام النجم الهندي سلمان خان بزيارة منزل صديقه المقرب والنجم الهندي الشهير شاروخ خان في وقت متأخر من الليلة. وجاءت زيارة سلمان خان إلى منزل شاروخ خان في مومباي، والذي يعرف باسم منزل مانات، بعد أن تم القبض على أريان خان ابن شاروخ خان بتهم تتعلق بحيازة وتعاطي مواد مخدرة. مصوري الباباراتي التقطوا صور لسلمان خان أمام منزل مانات في مومباي، وظهر سلمان خان في الصور بإطلالة سوداء، كما أظهرت الصور أيضا سلمان خان وهو يشير إلى الصحفيين المحتشدين أمام بوابة منزل شاروخ خان قبل أن يتابع طريقه إلى داخل المنزل. في وقت سابق من نفس اليوم أعلن مجموعة من نجوم ومشاهير بوليود عن دعمهم لشاروخ خان، ومن بينهم بوجا باهات وسونيل شيتي وشيترا كريشنا مورتي، وانتقدوا الضجة المثارة حول أريان خان وخاصة مع صغر سنه، وتحدثوا عن أن الجدل المثار حول أريان في محنته هو ثمن يدفعه بسبب شهرة والده، كما انتقدوا أيضا استغلال أزمة أريان في إثارة شائعات حول انتشار تعاطي المخدرات بين المشاهير في بوليود. شاروخ خان النجم الهندي الكبير تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على جوجل بعد واقعة القبض على ابنه أريان خان بتهمة حيازة الممنوعات، وتصدر اسم أريان خان أيضا مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات لها أثناء عملية القبض عليها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لأريان خان ابن النجم الهندي شاروخ خان، وذلك أثناء إلقاء الشرطة الهندية القبض عليها واعتقاله مع آخرين بعد اتهامهم بحيازة مواد ممنوعة. وتصدر اسم أريان خان وشاروخ خان مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث بعد تداول الفيديوهات، والتي ظهر ببعضها شاروخ خان وزوجته أثناء توجههما إلى مكتب الشرطة بعد القبض على نجلهما، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل جديدة عن واقعة القبض على نجله أريان. وكشفت التقارير الرسمية عن تفاصيل واقعة القبض على ابن شاروخ خان، وأمرت المحكمة في مومباي بالهند باحتجاز
3 أشخاص من بينهم أريان خان من قبل مكتب مكافحة المخدرات، وذلك بعدما اعتقلتهم الشرطة في وقت سابق بتهمة حيازة وتعاطي مواد ممنوعة بعد مداهمة لحفلة في سفينة سياحية في مومباي. وتم نقل المتهمين لإجراء فحص طبي في إحدى المستشفيات في مومباي بعد القبض عليهم واستجوابهم. وذكرت الشرطة الهندية أن التحقيق في القضية ما زال جاريا وأنها تبحث في جميع زوايا القضية والأدلة المتواجدة، ولم تكشف عن متورطين جدد في بوليود أو خارجها في القضية، وذلك بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود أشخاص بحيازتهم مواد محظورة على متن السفينة السياحية، والتي كانت على وشك مغادرة الساحل في لحظة المداهمة والقبض على ابن شاروخان. وذكر فريق دفاع ابن شاروخان في القضية في بيان لها إنه لم يكن هناك حيازة أو استهلاك مزعوم ضدها، وأنهم يضغطون للإفراج عنه بكفالة في الساعة المقبلة. ويذكر أن أريان خان هو الابن الأكبر للنجم الهندي شاروخان وجوري خان، ويبلغ من العمر 23 عاما، وتخرج من كلية الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا. مجلة لبنانية تهاجم الفنان المغربي سعد المجرد، لنشاهد ماذا جاء فيها. سعد المجرد يواصل إثارة الجدل حفلة دبي أحياها في حمام السباحة، فهل تخطى الحدود؟ وكما جاء في نص هذا التقرير في المجلة اللبنانية، حيث كتبت: أحيا النجم المغربي سعد المجرد حفلا في دبي أثار كثيرا من الجدل والانتقادات، والسبب يعود إلى المكان الذي تم إحياء الحفل فيه، وكان عبارة عن حمام سباحة، حيث استمع الجمهور إلى المجرد وهو في داخل الحمام. وتأتي حفلة سعد المجرد هذه بعد أيام قليلة على الضجة التي أثارها إعلان ظهوره في برنامج سهرانين، وخروج دعوات لمنع ظهوره على القنوات المصرية بسبب اتهامات التحرش التي تلاحقه منذ سنوات. وكما عبر محبي الفنان المغربي سعد المجرد عن تضامنهم مع الفنان المغربي بعد الهجوم الذي طاله من المصريين، مؤكدين أن وراءه شخصا ما، وربما يكون فنان مشهور في مصر ولا يتمنى النجاح للفنان المغربي، ومن بينهم تامر حسني ومحمد رمضان الذي يوجه العديد من جماهير الفنان المغربي سعد المجرد أصابع التهم إليهم. فما رأيكم أيها المتابعون؟ إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.